مرحبا، كيفكم عيلة بدر بدر؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم 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 كيف حالكم اصدقائي؟ شو اخباركم؟ معكم بدر بدر. اليوم راح نحكي عن اغاني اليوتيوبرز. انا اسف خربت الانترو تاعكم، انا سوء صار. كيف حالكم يا جماعه؟ طمنوني عنكم. اليوم يا جماعه راح نحكي عن اغاني اليوتيوبرز. يا جماعه انا مبسوط جدا جدا جدا. اذا بتسالوني ليش، حاب احكي لكم انه اغاني اليوتيوبرز الغبيه رجعت. اغاني اليوتيوبرز قعدت فتره كثير ميحه كثير حلوه، لدرجه انه تسمع الاغنيه وتستمتع، ما بتقدر تحكي عنها او تطقطق عليها او تعمل اي شيء فيها. اغاني اليوتيوبرز في البدايه كانت هبلة كثير، ولكن ظلت تتحسن. بس آخر كم يوم نزل أغنيتين تفوقوا على غباء الأغاني اللي كانت زمان. بالضبط. فبفيديو اليوم راح نتفرج على اغنيتين لاثنين يوتيوبرز ونحكي شوي عن الغباء اللي عاملينه فيهم. بس قبل ما نبلش ونشوف اغاني اليوتيوبرز، بدي اطلب منكم طلب صغير اللي هو انكم تفعلوا الجرس. زمان ما طفيت وعملت لكم المشهد الدرامي، صح؟ مع انه في كثير منكم مفعلين الجرس، الله يرضى عليكم كلكم يعني، بس اللي مش مفعلين الجرس، ليش مش مفعلين الجرس؟ فعلوا الجرس. برضو الناس اللي بتشوفني اول مره مش مشتركه وبتضلها تتفرج على الفيديوهات بدون ما تشترك، يا جماعه اشتركوا، لازم نوصل 400,000 قبل نهايه الفيديو، ماشي؟ طيب يا جماعه جد، اللي مش مفعل الجرس فعل الجرس، واللي مش مشترك بضل يتفرج على الفيديوهات اشتركوا، خلينا ننطلق ل 400,000 وحطوا لايك على الفيديو. اوكي طيب يا جماعه، في البدايه خلينا نرحب باليوتيوبر الاول اللي راح نحكي عن اغنيته اليوم، اللي هو اليوتيوبر مستر شنب. مستر شنب اللي ما بيعرفه هو يوتيوبر كثير كبير كان زمان، ولكن في له قصه. مستر شنب تقريبا هو من اقدم اليوتيوبرز العرب، ومرت فتره كان يمكن اكبر يوتيوبر عربي، عنده قناه عليها اكثر من 5.5 مليون متابع، ولكن هاي القناه بطل يستعملها بالمره. مستر شنب صارت معاه مشاكل مع اليوتيوب ومع الشركات اللي كان بيشتغل معها، واضطر انه مستر شنب يعمل قناه جديده ويبلش من جديد. فمستر شنب حاليا عنده تقريبا 500,000. صراحه انا احيي جدا على الشغل الكبير اللي عمله، لانه صراحه انك تعيد وتبلش من البدايه شيء شبه مستحيل، فبحييك يا مستر شنب. وقبل كم يوم مستر شنب نزل اغنيه جديده بعنوان فجروها لايكات. انا متفائل جدا بهي الاغنيه، خلينا نشوف هاي الاغنيه مع بعض. اوه استنى شوي مستر شنب ما شاء الله، لا بداية خرافي، بداية اسطوري. شفتوا كيف بلش الفيديو كليب؟ بلش وبضرب بوكسات عشان يعطيكم انطباع انه قوي. الله عليك يا مستر شنب، كمل. مسمته في اليوتيوب انا من يومي اعلم وبدع، مقالب تحدي وضحك وطقطق والجمهور يستمتع، صراحه في البدايه الاغنيه كاغنيه جميله، ولكن انا لحد الان عندي تعليق واحد بس. استاذ مستر شنب، شو اسم الحركه هاي لو سمحت؟ شو في؟ يعني انت لسه مبلش الاغنيه، لسه ما اشتغل البيت، ما اشتغلت الموسيقى، لسه الاغنيه في بدايتها، وهذه انت رحت متحمس من اول اغنيه. شو في هذا؟ كيف لما تبلش الاغنيه مظبوط؟ خلينا نكمل، لسه احنا في اول الاغنيه. والجمهور يستمتع، ايش في ورك ايش في يا زلمه، وحد الله، استنى شوي، ايش في؟ استاذ مستر شنب اسمعني. اوكي انت لما بلش البيت هيك بدك تعمل اشي حماسي، بس اللي انت بتعمله مش حماسي. انت مبدئيا قعدت تتكهرب. اجروها لايكات مستر شنب اسمع هاي نصيحة من اخوك، الرأس مش الك، انا 1,000,000% متأكد الرأس مش الك، يعني ما في رأسة بالعالم بتكون زي هيك. ما في الله شفتوا اقسم بالله الفيديو مش بس متعوب على ام الفيديو. شفتوا كيف مستر شنب كسر الشاشة؟ والله نكسر ابوك يا شاشة. كسرنا درع المليون، نرجع نكسر درع ابو نوره وعبد المحسن، راجعين الاثنين. استنى يا عبد المحسن يا ابو نوره، مش عارفه، اظن انه انت ابو نوره. انا عندي سؤال واحد، اوكي انت بدك تعمل اغنيه، بس يا اخي ما عندك مكان تصور فيه؟ اطلع برا البيت، اعمل اطلع الشارع يا اخي، اطلع الشارع بس على الرصيف صور لنا برا يعني. والله ايش 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 هاي اللقطه؟ نوره وعبد المحسن راجعين الاثنين، يعني صندوق السياره ما لقيت الا صندوق السياره تصور فيه فيديو كليب. لا واللقطة بعديها ماسك عبوات مي هيك خلص. مس الراجعين الاثنين، رجع نبني للقناة لين نوصل ملايين. هو حرفيا هيك صور الفيديو. ايش بدي اسوي؟ اول اشي بدي اعمل حركة الرأس واحمسهم. حركة الكهرباء. طيب استنى شوي.
شوفي كمان. هدول شو بتعمل؟ يا زلمة شو بتعمل؟ فكرة وصلنا 318، اشتركوا، اوكي؟ خلينا نرجع للاغنية، لسه فيها كمان. بقدم محتوى كل شغف كل روح، بجيب لي فراري، بجيب لامبورجيني. مستر شنب، بحياة شنبك، هاي فراري، هاي بالله عليك، هاي فراري. يا زلمة سيارة خرد هاي، اطلع صور على أي سيارة بالشارع أحسن لك من هاي، أما تحكي عن هاي فراري لا، لا. لا استمتع في اليوتيوب انا من يومي اعلم وبدع قاعد في تابوت هيك ايش اعملوا ايش بالفيديو ايش حرفيا هاد ارخص فيديو كليب صار في تاريخ اليوتيوب انا متاكد 100% حرفيا مش مدفوع قرش واحد عليه ولا شيء صراحه تحيه بحييك والله بحييك يا مستر شنب السنين دائمين الجيش الاسطوري لا حول ولا قوه الا بالله لا المشكله انه مستر شنب حاكي بهاي الاغنيه انه هو بيعلم وبيبدع بالضبط هذا هو الابداع بعينه وهذا اللي بدنا نتعلمه بالضبط ليش تمسك ازاز وتحط على وجهك وتغني ليش اعطيني سبب واحد مشان الله ليش بسم الله يا مستر شنب يعني انا فقدت الامل انا حرفيا خلاص فقدت الامل منك ونكبر سوا احنا بالاشتراكات يلا يا جمهور اجروا ملائكه مستر شنب شكرا لك خلاص لهون بكف شكرا لك يعني احنا كثير انبسطنا بالفيديو كليب كثير تعلمنا من الابداع تاعك في الفيديو كليب كثير تعلمنا شكرا كثير لك لا جد جماعه شوفوا مستر شنب هو بالعمد عملها اغنيه غبيه يعني هو متعمد يعملها اغنيه غبيه هلا صراحه كاغنيه حلوه بس كفيديو كليب يعني مستر شنب انت افورت كثير بالغباء كثير يعني بكفي لا جد يا جماعه مستر شنب انا بتمنى لك كل خير وان شاء الله بترجع وبتصير اكثر من 5 مليون على اليوتيوب طيب يا جماعه خلينا هلا نشوف اليوتيوبر الثاني معنا اليوم اللي راح نشوف اغنيته اللي هو اليوتيوبر احمد نشيط هلا احمد نشيط اكيد كلكم شايفينه من قبل وعارفينه من قبل لانه انا كثير حكيت على فيديوهات انا سويسان وكثير حكيت على فيديوهات نور ستارز وكثير حكيت على فيديوهات مو فلوجز هو صديق لهم كلهم ودائما بيطلع بفيديوهاته احمد نشيط نزل اغنيه قبل يومين بعنوان بسنا فلوس صراحه انا اول ما شفت العنوان قلت يمكن مكتوب غلط يمكن غلط املائي يعني صراحه انا ما فهمت والله جد 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 انا ما فهمت اذا فيكم فاهم العنوان اكتبوا لي تحت ارجوكم ما اطول عليكم خلينا نبلش ونشوف اغنيه الفنان احمد نشيط بسنا فلوس في بداية الفيديو كليب بنشوف احمد نشيط راكب جوا فراري والفراري معمول لها فوتوشوب ابو كلب قاعدة بتمشي في لا شيء لا هو مندمج كثير انه يا زلمة انت وين ماشي اصلا انا وانت مكملين ايش ايش يعني بسنا؟ ايش فهموني مشان الله شو يعني بسنا؟ يعني جد والله حرفيا انا مش فاهم شو معنى بسنا، شو بتخبص؟ جد اذا فيكم حدا فاهم شو معنى بسنا اكتبوا لي تحت مشان الله، كمل استاذ احمد كمل. فايدك فوق حتى يسمعوك هاي فايف بس عادي ممكن برضه يطنشوك. اوكي نور ستار زي ما شفتوا انها موجوده بالفيديو كليب، واذا مش فاهمين ليش اعطته هاي فايف بالفيديو كليب فخليني اشرح لكم ببساطه ليش هاي الجمله كانت موجوده بالاغنيه. احمد نشيط اللي عرف عنه قبل فتره انه بكل الفيديوهات اللي بيعملوا فيها تحديات مع مو فلوجز ونور ستارز وبيسان كان دايما بيعمل لهم هاي فايف وما حدا بيعبره فعشان هيك بالفيديو كليب جاب نور ستارز وعملوا هاي فايف اخيرا غابه في الخليج حملنا يدوف ملايين من غير ما حسوا جايين ايش الحركات الابو كلب هاي ان شاء الله يعني شوف استاذ احمد الفيديو كليب تاعك احلى بمليون مره من مستر شنب هذا شيء اكيد ولكن المخرب شوي الفيديو تاعك الافكتات اللي زياده هاي يعني ليش يعني شو ام الفائده من هاي اللقطه فهموني غابه في الخليج حملنا يدوف ملايين من غير ما حسوا جايين حملنا يدوف ملايين من غير ما حسوا جايين نحتفل فرحانين جد ليش خلينا نكمل عملنا الوف ملايين من غير ما حسوا جايين نحتفل فرحانين طلعوا الحول هو بده يحول ام المتابع اذا انت بتتابع الاغنيه بدك تنحول ما في بدك تنحول لابس الوان وبيعمل فيها حركات حول وصلنا ومكملين احنا فايزين دايم راسنا رافعين احمد والله الفيديو كليب تاعك حلو بس الافكتات الزياده مش حلوه ابدا مصر انه يحولك هو بدك تنحول ما فيش فيه المهم في اخر الفيديو كليب احمد نشيط بجيب لقطه وبيحكي لكم عليها شغله صغيره احمد نشيط اوعك
بدش لحن نظارات صراحه. يعني احمد رشيد، يعني انا صراحه احمد رشيد بحسه انسان كثير طيب، كثير كثير يعني شوفوا كثير زلمه هيك طيب جدا، ولكن بس شلحت النظارات صوت شرير حرفيا، صوت بني ادم شرير. فاحمد رشيد بدنا هذا الوجه لو سمحت. طيب جماعه هدول كانوا الاغاني تاعونا لليوم، اغنيه مستر شنب، اغنيه احمد نشيط. اكتبوا لي تحت انو اللي عجبتكم اكثر، واذا انتم جداد اول مره بتشوفوني مش مشتركين بالقناه ووصلتوا لهون اركوا يا جماعه، بدنا نحلق تحليق اسطوري هلا. واذا مش عاملين لي فولو على انستغرام اسمي في الانستغرام رح يكون تحت في اول تعليق، انزلوا تحت اول تعليق واعملوا لي فولو على انستغرام وبعثوا لي شو حابين اعمل بالفيديوهات الجاي، وفجروا هذا الفيديو تفجير لايكات، فجروا لايكات، وانا ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام. على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة كثيرة اللحم وريش المدندل